السلام عليكم زينات، السلام عليكم خياتي بناتي. كيما راكم تشوفوا بعد هاد الغيبه مع رمضان، ان شاء الله واحد ان شاء الله يصوم بالصحه ولهنا، وان شاء الله ربي يتقبل صيامنا وقيامنا ان شاء الله يا ربي. كيما راكم تشوفوا اليوم انا ما جبت لكمش وصفه، انا جبت لكم تدبيره. سمحوا لي على طولت شويه. كيما راكم تشوفوا هذا كاع يتيك، هذا لاكي. راح نعطيكم واحد التدبيره تدعوا لي بالخير وديروها صدقه لامي ربي يرحمها ان شاء الله، الله يجعلها صدقه عليها. هذا العكري راكم تشوفوا، هذا كاع لو غاز تاع العكري كيما راكم تشوفوا. راح نعطيكم واحد الميثود كيفاش تخدموه، وحاجه سهله وتنسى وقتاش خدمتوا العكري ولا شريتوه. هاولي كيما راكم تشوفوا عندنا غير زوج مكونات، وراح تخدمي واحد الزيت صافيه وحمراء تعطيك مرقه ما شاء الله حميمره، الله يبارك ما فيهاش كاع يتيك هذيك الشوائب تاع العكري كيما حنا نعرفوا، ما بيناش كاع واش راه مخلط فيه. هذه هي، وتنسي وقتاش تشري العكري. وهاد العكري كي نديرو انا وندير الزيت، واش راح نديرو؟ نقدر نبدل الزيت، ماشي نبدل الزيت، غير تخلص لي الزيت نعاود نعمر اون تخوا فوا. نخدم هاد الميثود، خدمي غير هكدا. ندعو لي حميمرة وصافية ما فيهاش كاع هداك كيما نقولو حنا لي غاز تاع العكري، فقاع تاع القدرة ولا في التواز تاعك. هاديك شوفوا، هاك تشوفوا هاد الكمية زوج مغارف برك تاع ماكلة. راح نكملها بزيت عادي، زيت عادي تاع طياب. راك تشوفوا ها ديجا هكدا، شوفوا كشاي تسلور لي. تنسي وقت شيتي العكري، مع العكري راهو غالي. وتالي احطلتك المرقة ما شاء الله كما قلت لكم بناتي خياتي، وهذه الله يجعلها صدقة على مامتي ربي يرحمها. هكذايا هاولي كيما راكو تشوفو. شوفو بورتون درناها تمتم، خليت تعطيكلاش الراحة باش كيما يقولو حنا تزيد الزيت تطلق مليح لاكولاغ تاعها، وتزيد تعطي اللون روعة، وحطاتك مرقة صافية ما شاء الله بزوج مغارف تاع عكري. خدمنا على تلاتة زيت معكرة كيما راكو تشوفو ما شاء الله. وهاولي لو غاز تاع العكري، وهاد الزيت هادي كي تخلص لك هاد العكري ما حش ترميه تمتم، راح تخدمي العملية اون دو فوا تخوا فوا. هادي هي، و اونسويت هكدايا كل ما يوم كل ما تخلص لك هكدا على دو فوا تخوا فوا راح تعاودي العملية، وراح تعطيك نتيجة ما شاء الله، تعطيك المرقة الصافية ما شاء الله لصحتنا وصحة وليداتنا كيما راكو تشوفو هادي هي. وان شاء الله يا ربي الله يجعلها صدقة على ممتي ربي يرحمها، وتدعونا بالخير على تدبيرها تاع اليوم ان شاء الله. صحة رمضانكم وصحة صغاركم بناتي خياتي، في ملتقى ان شاء الله. سلام. أقبل قمرك بعد غياب، للجنة فتحت أبواب، بهجة قلبي صفا روحي، رحمة ربي.